نستعرض الآن بعض المشاركات التي وردتنا من المشاهدين حول مدى قدرة الراتب على مواكبة متطلبات الحياة في السعودية. مشعل الشمري على تويتر يقول: على الحكومة أن تقوم بزيادة الرواتب، كما أن على الموظفين أن يجتهدوا في أعمالهم أيضا. بدر الغامدي من جهته يتساءل: هل قامت وزارة التخطيط بتقييم فعالية وكفاءة السياسات الاقتصادية منذ عقود؟ سعيد النجدي يرى أنه هناك فجوة بين المواطنين البسطاء الذين لا يكفي مرتبهم حاجاتهم الاجتماعية والمسؤولين الذين يزيد مرتبهم عن الحاجة. أما حمدي الساعدي من جهته يعتقد أن الحل يكمن في وضع حد للأجور لتحقيق العدالة بين المواطنين. أخيرا عبدالله الحربي يرى أن مطالب الشعب السعودي حكومته بتحسين الظروف المعيشية بهذه الطريقة يعطي دلالة كبيرة على رقي هذا الشعب وعظمته وتميزه. الأنباء عن نية الداخلية المصرية فضل اعتصامات أنصار الإخوان كان له صدى واسع على شبكات التواصل الاجتماعي. علي التميمي على فيسبوك يقول: الأهم من فضل الاعتصامات الالتفاف إلى الحالة الأمنية المتردية في سيناء وضرورة القضاء على الجماعات الإرهابية هناك. أما منى محمد من جهتها ترى أن أي محاولة لفض اعتصامي رابع العدوية والنهضة سيؤدي إلى حمام من الدم يتحمل مسؤوليته السيسي والجيش المصري. أما يحيى إبراهيم على تويتر فيعتقد أن من حق الداخلية المصرية أن تفض هذه الاعتصامات وأي اعتصام يهدد مصالح البلاد وأمنها القومي. أخيرا محمد الرفاعي على جوجل بلس يقول: على الجيش والحكومة والإخوان الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة مصر فوق مصالحهم السياسية.